كذلك؟ وطعام لذيذ جدا في يوم كهذا. يا لك من نهم. ولكنه جميل بالتأكيد، فالسماء زرقاء والشمس مشرقة. الطيور مبتهجة أيضا. سنان انظر إلى هذا. طيور كثيرة، إني لا أعجب إلى أين تذهب. إني أحسد الطيور لأنها تستطيع الطيران. ليتني أستطيع الطيران مثله. هيا بنا يا سنان ودعك من الأحلام، فأنت لا تملك أجنحة ولست طيرا. ماذا حدث يا لالا؟ لقد استعاد وعيه. لقد أغمي عليك ولفترة طويلة، لكن حالتك ستتحسن قريبا. أين أنا؟ أنت في بيتنا، تستطيع البقاء هنا حتى تشفى. لقد تذكرت، فقط سقط، وأنت الذي ساعدتني. إني مندهش جدا، بنان ولالا وأنا ساهمنا في إنقاذك. أنت وبنان ولالا أشكركم كثيرا، إني العجوز فارس، آسف إذا وجدت صعوبة في تذكر مساعدتكم لي. مرحبا بك، دعني أسألك عن هذه الآلة الغريبة. هذه الآلة الغريبة؟ ماذا بك؟ إن هذه الآلة الغريبة هي الطائرة الشراعية. أجل، فبواسطتها نستطيع أن نطير. أجل، بها نستطيع الطيران والتحليق في السماء. وهل نستطيع الطيران مثل الطير؟ أجل، هذا صحيح، نطير في السماء بحرية مثل الطير. صحيح، وماذا بعد؟ كفى يا سنان، يبدو عليه التعب قليلا، والآن من الأفضل أن نتركه لوحده يا سنان. سنان، إنه سيبقى معنا لأيام أخرى، فتستطيع أن تتكلم معه متى شئت. فارح نفسك واهدأ أيها العجوز فارس. شكرا جزيلا لكم لهذه المساعدة الكبيرة. أتعدني أن أراك غدا؟ أجل، أعدك يا سنان. شكرا، تصبح على خير. تصبحون على خير جميعا. يطير في السماء بحرية مثل الطير. يا للعجب، جاءتني
فكرة، ماذا لو استطعت الطيران؟ سأطير إلى القمر لأرى أمي. نعم، أنا متأكد من قدرتي. ماما، انتظريني. جيد، إن الأجنحة في وضع جيد، والآن كن حذرا. أكل شيء على ما يرام؟ طبعا، وسيطير، أليس كذلك يا سنان؟ إننا جادون يا بنان، وكن واثقا من أنها ستطير حتما. أنت على حق يا سنان، وبالمناسبة هل تريد أن تطير؟ أجل. هذه رغبتك كما كانت رغبتي منذ أن كنت صبيا صغيرا مثلك. السماء جميلة ولا نهاية لها، وعندما أطير في السماء أنسى النزاعات التافهة والحزن على الأرض، فكل ما أستطيع التفكير به هو الفضاء الواسع، وعندها يصبح فكري متسعا وصافيا كالسماء. أنا أيضا، ولقد صنعت الطائرة الشراعية لأنني أريد أن أطير. ماذا؟ تريد أن... بالحقيقة أنا لم أطر لحد الآن، ولكنني رأيتك تطير قبل الآن. كلا، ما طرت أبدا، إنه مجرد سقوط، أنا فقط ركزت على تعلم القيادة. هكذا إذا. ولكنك ستطير وستنجح، أليس كذلك؟ بالطبع سأنجح، فقد استطعت الطيران لمدة أطول في الأيام الماضية، وإن سقطت في المرة الأخيرة لكنني سأطير هذه المرة. شكرا جزيلا على مساعدتكم في شد الطائرة. حسنا، دعنا نجرب الطائرة غدا. هل سمعتهم يا سيدي؟ إنهم يتكلمون على الطيران. أيها الغبي، إن هذا مستحيل. إنني أتفق معك. هاي اسمعوني، هل فعلا ستحاولون الطيران؟ زعبور وجماعته. نعم، إني متأكد أنني سأطير. هل تدري أن للخفاش والطيور أجنحة؟ أجل، أعرف. أوه، تعرف ذلك إذن؟ وهل نظرت إلى نفسك في المرآة؟ فأين أجنحتك يا سنان؟ أنتم تضحكون على أنفسكم، فتلك هي أجنحتنا. ما هذا الذي تقوله؟ هل هذه هي أجنحة فعلا؟ ولكن كيف تستطيع أن تطير بها؟ لو استطعت الطيران بواسطتها ستتعجب منك الطيور وتختفي داخل الثقوب. هذا أكيد. كفاكم غباء. سنان، لا تتشاجر معهم. ولكنهم أثاروا غضبي. كن بسيطا، سيعترفون بصحة ما نقول عندما يرونني أطير. أيها العجوز. أغبياء. أوه، أنتم أغبياء، ولا أريد أن أقيم جماعتي مع الأغبياء. أغبياء. طيب يا سنان، دعنا ننتظر حتى يأتي نهار الغد. أجل، حسنا. غدا سترى الطائرة تطير يا سنان. ما الذي حدث يا سيدي؟ هل سنحطم هذه الطائرة يا سيدي؟ انتظر. سيدي، أنتم اجلسوا هنا. سيدي، إنه منظر ممتع. ماذا تقصد؟ أنا سأركب عليها. زعبور، لا تفعل ذلك. سأقلع الآن. زعبور يا سيدي. يا طبيب يا طبيبي.
فقط بعد أن يطير. أوه، إنني أنقلب. النجدة يا سيدي، إنني أهبط إلى الأسفل. النجدة، النجدة، ساعدوني. شيء مبزع. إنه يقوم الآن بوضع خطة وحشية أخرى. انظروا إلى هذا. أيها الناس انظروا إلى هذا. ما هذا يا ترى؟ إنه يشبه الطير. شخص كاذب أخبر زعبور بأنه يستطيع الطيران في هذه، وصدقه زعبور وحاول الطيران فسقط. وهل طار فعلا؟ إن هذا مستحيل. من هو الشخص الكاذب؟ أين هو؟ إنه يقوم الآن بوضع خطة وحشية أخرى، وهو موجود الآن في بيت سنان. يجب أن نطرده من هنا، إنه خطر علينا. لنطرده حالا. لم يمت زعبور في هذا الحادث لأنه قوي ويستطيع التحمل، ولكن لو كان سقوطه هنا لمات الكثير من الناس ولتحطمت الكثير من المنازل. هذا صحيح، فدعونا نكسر هذا الشيء البشع. يا للشخص المتوحش، هل هو صديق سنان؟ لنذهب إلى بيت سنان. لقد نجحت خطتنا. سنان، هذا شيء مبزع. لقد جاء الكرويون. يا سيد رحمون، أين ذلك الرجل العجوز؟ اخرج من هذه الغابة. هيا اخرج من هنا. أهلا بكم جميعا. ما الذي حدث؟ إن الذي حدث يا سيد رحمون أن هذا الرجل العجوز صنع آلة خطرة وقال إنها تطير. أجل، إنها طائرة الشراعية. وما الخطأ في صنع طائرتي؟ ها هو قد خرج إلينا. لقد طار بها زعبور وسقط أرضا. ماذا؟ هل طار بها؟ لا أدري، ولكنه اصطدم بشجرة عالية في الغابة. في الغابة؟ هل طار هناك؟ اسمع يا سنان، إن الطائرة تطير، فاسمحوا لي وخذني إلى الغابة رجاء. هيا لنسرع. ما هذا الرجل العجوز؟ إنه ليس بآسف على شيء. إنه شيء لا يصدق. طيب طيب، اهدأوا رجاء، فقد فهمت قصدكم فاصغوا إلي. هل يذكر كل منكم عندما كان صغيرا؟ ماذا تقصد بذلك؟ ماذا يا سيد رحمون؟ إن المشكلة خطيرة جدا يا سيد رحمون. كل شخص يحلم ضمن أحلام الطفولة في قدرته على الطيران لكي يقلد الطيور، وذلك الرجل تركز حلم طفولته الذي نسيتموه أنتم، وقد ضحى بشيء من عمره في صنع هذا لكي يجعل من حلمه حقيقة. لكنه أحدث مشكلة. هذا صحيح، فلا يمكن للحلم أن يصبح حقيقة. فهناك الكثير من الناس حاولوا وفشلوا ولا زالوا يحاولون حتى ينجحوا. إني آسف لما حدث لزعبور، ولكن الخطر يحدث دائما عندما نبدأ بتجربة شيء لم نجربه من قبل وبدون حذر. لا تكن متحيزا، فقد قال زعبور إن الرجل العجوز أجبره على ركوب هذه الآلة. ذلك العجوز رجل مخادع. التزموا الهدوء رجاء. لا أظن أن هذا صحيح، فمن منكم يشهد على هذا القول؟ نعم، لدينا اثنان من الشهود. فرفور، فرفور، أين ذهب؟ ماذا؟ هل اختفى الشاهد؟ إن جرحه خطير. من الذي جرحه خطير؟ لقد رأيت زعبور منذ لحظة، إنها ضربة خفيفة، فيا له من شخص محظوظ. لقد خدعونا. أمانة عليهم، سوف لا أسامحهم. أيها الرجال، ماذا تقولون؟ فما رأيكم الآن بالرجل العجوز الشجاع الذي أدرك أهمية أحلام طفولتنا؟ الحمد لله، رائع. لحسن الحظ أن الجرح لم يكن خطيرا، والشيء المدهش أن زعبور استطاع أن يطير. إن هذا فعلا رائع، لقد طار كل هذه المسافة البعيدة. أجل، رائع. رائع رائع.
سأوبخه ولكني سأسامحه هذه المرة. ولكن لو فعلها ثانية فلن أسامحه أبدا. أبدا أبدا. لقد كان عملا مثيرا وجميلا جدا. أجل لقد كان جميلا جدا، ولكنك كنت مذعورا جدا. أيها الغبي، لقد كنت مندهشا بعض الشيء. لقد كنت أعتقد غير هذا. لا تفعل. اسمع يا سيدي، لقد احتج كل القرويين وسوف لا يسامحون ذلك الرجل العجوز وسيطردونه من الغابة عند حلول الليل. هذا ما أردت أن أفعله بالضبط، فإذا طردوه ستكون الطائرة لنا، فماذا سيفعل سنان؟ لقد أتى أحدهم. احذر يا سيدي احذر. يا بالسواعد الضباد. أجل حاضر، سأخذ هذه. أستاذ، ما الذي حدث؟ فلا تفزعني يا سيدي. هذا أنت يا شرشور، لقد اعتقدت أن سنان قد أتى. لا تضحك أيها الغبي، فقد خدعتني. خذ عفوك يا سيدي. لقد جاءوا. جاءوا اسرع. تعطني هذا. خذ يا سيدي عفوك عني. اذهب. ما هذه الضجة؟ لم يأتي أحد، فأنا أمازحكم. كذا إذا كفى نزاحا، وإلا أعظم رأسك. ما زالوا يعملون على إصلاحي. لا تقلق، فستكون ملكي عاجلا أم آجلا. أظن أنها ستطير غدا. لقد فعلت كل ما بوسعي وسأجربها غدا، فأرجو أن تطير. أتمنى هذا، أتمنى هذا. أيها العجوز. لقد صنعتها لتطير. حسن، أنا ذاهب. هيا طر يا سيد فارس. هيا يا سيد فارس. سنان انظر، انه يطير. انه يطير.